بسم الله الرحمن الرحيم، موجز الأخبار من قناة سهيل، أهلا بكم. أشاد رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي خلال استقباله القائم بأعمال سفير المملكة المتحدة لدى اليمن أندرو هانتر، أشاد بمواقف المملكة المتحدة الداعمة لليمن وشرعيتها الدستورية في مختلف المواقف والمحافل الدولية، انطلاقا من العلاقات المميزة التي تربط البلدين الصديقين. من جانبه جدد القائم بالأعمال البريطاني موقف بلاده الداعم لليمن وشرعيتها الدستورية وتحقيق السلام المرتكز على المبادرات الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الدولية ذات الصلة. ناقش اجتماع للجنة الأمنية بتعز برئاسة قائد المحور اللواء الركن خالد فاضل، ناقش تفعيل المهام الأمنية بالتنسيق بين الألوية وأمن المديريات، كما ناقش دور النقطة الأمنية المركزية ومراقبة حركة الدخول والخروج إلى المدينة. وأقر الاجتماع البدء بتفعيل الحملة الأمنية وانضباطها للحد من الجريمة وتفعيل الأجهزة الأمنية والبحث الجنائي لتسليم القضايا للنيابة. تتواصل المعارك بين قوات الجيش الوطني وميليشيات الحوثي والمخلوع بمديرية موزع غربي محافظة تعز. وقال مصدر عسكري إن المواجهات تجددت في هيجة القطيف شمال سوق الهاملي بالتزامن مع قصف مدفعي متبادل شهدته المنطقة، ويستمر التحشيد العسكري من الجانبين بعد أيام من سيطرة الجيش على معسكر خالد. تجددت المواجهات العنيفة بين قوات الجيش الوطني وميليشيات الحوثي والمخلوع في مديريتي المصلوب وخب والشعف بمحافظة الجوف. وقالت مصادر ميدانية إن المعارك تجددت في عدة مواقع في المديريتين، وإن الطرفين استخدما مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة. قصفت مقاتلات التحالف العربي مواقع لميليشيات الحوثي والمخلوع في منطقة الملاحيط بمديرية الظاهر بمحافظة صعدة. وقالت مصادر محلية إن القصف تزامن مع تحليق مكثف للمقاتلات وعلى علو منخفض في أجواء المديرية الحدودية. في محافظة عمران رصد مركز المستقبل الإعلامي 3 جرائم قتل و5 حالات اختطاف ارتكبتها الميليشيات الحوثية خلال الأسبوعين الماضيين. المركز قال إن الميليشيات قتلت مواطنين في قرية العز بمديرية خمر، وقتلت المواطنة الثالثة في نقطة دنان بمديرية القفلة. وبحسب المركز فقد اختطفت الميليشيات 5 أشخاص من أبناء مديريتي الجبل والسودة، بينهم طالبان في الثانوية العامة، بذريعة تمزيق ما يعرف بشعارات الصرخة. نهاية الموجز، دمتم في رعاية الله.